رب العالمين. اليوم كانت أولى انطلاقاتها مسافة 2 كيلومترات، كانت انطلاقات مميزة وشفنا حضور جماهيري كبير وحضور من المشاركين مميز، وشفنا كذلك حضور من دول مجلس التعاون، شفنا صاحب الشوط الرئيسي قادم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك شفنا الأبناء من المملكة العربية السعودية حاضرين، والملاك من سلطنة عمان بعد كذلك حصولهم على نقطة أو أكثر من نقطة. فكان حضور مميز، والتوقيتات الزمنية كانت مميزة، وكانت هناك سهولة في الانطلاقات. الأمانة نشكر جميع الأخوان اللي ساهموا في إنجاح هذا المهرجان. يعتبر اليوم محطة التأهيل ما قبل الختام للتأهيل، هناك فرصة متبقية للأخوان للتأهيل في المحلي السادس بتاريخ 24/8، استعدادا لحضور المنافسة يوم الختام بتاريخ 7/9 بإذن الله. نشكركم موقع الأبرقة على حضوركم المميز وعلى تغطيتكم الإعلامية، وإن شاء الله أنها تكون هناك في مفاجآت للأخوان المشاركين والملاك والجمهور كذلك في يوم الختام. أنا أشهد أن من طرب غنى وغنيت أنا اليوم طرباني رجل